الصفة العاشرة من صفات عباد الرحمن كما جاء في الآية 72 من سورة الفرقان المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو من الناحية اللغوية، اللغو في الأصل بمعنى الشيء الذي لا يعتد به، ولذا عندما قرن اللغو باليمين يعني بالقسم في القرآن الكريم قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. بمعنى أن الإنسان عند حالتين: الحالة الأولى أنه يقسم، ولكن هذا القسم عندما صدر عنه لم يصدر عن نية مبيتة، لم يصدر عن رغبة حقيقية في القسم، وإنما انطلق لسانه لربما من باب العادة أو نتيجة ظرف معين، انطلق لسانه بمثل هذا اليمين، وبالتالي هذا اليمين لغو، لا قيمة له، لا اعتبار له، الشيء الذي لا يعتد به، فإذا هذا اليمين لا يعتد به. في المقابل هناك حالة ما لو أن الإنسان قاصد لمثل هذا اليمين، فالله يؤاخذ الإنسان عليه، بمعنى أن على الإنسان الالتزام بهذا اليمين. وبالتالي الكلام العبثي، كلام اللغو، اللغو من الكلام هو الكلام العبثي، الكلام السفيه، الكلام الذي لا خير من ورائه، لا عائد من ورائه، لا خير دنيوي ولا خير أخروي. الله سبحانه وتعالى يصف حال الجنة يقول: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. في شيء من أنواع الكلام لا تجدهم في الجنة، أجواء الجنة بريئة منها، واحد منها الكلام اللغوي، والآخر هو كلام التأثيم. كلام التأثيم يعني السب، الإهانة، التحقير، الكذب، الغيبة، النميمة، الكلام الفاحش وأمثال ذلك مما يحمل إثماً في ذاته من الكلام. وبالتالي في الجنة كلام من هذا النوع ما في. وأيضاً لا يوجد كلام عبثي، لا يوجد كلام بلا فائدة في الجنة، لا يوجد كلام لغوي في الجنة لا يعتد به. ما يوجد في الجنة هو الكلام الذي يتصف بأنه سلام في سلام، بمعنى أن مضمونه لا يعود إلا بالخير على الفرد وعلى العلاقة الاجتماعية التي تجمع هذا الفرد بأهل الجنة. وبالتالي أجواء الجنة هي أجواء سلم، لأنه ما الذي يخلق حالة العداوة وحالة الاحتقان النفسي والأحقاد والكراهية والمشاكل والضرب والقتل وغير ذلك؟ قد يكون هو الكلام القبيح أو السيء أو الإهانة أو التحقير أو سباب أو غير ذلك مما يخلق أجواء الفتنة. وبالتالي لا يوجد شيء من هذا القبيل في الجنة. إذن كل كلام الجنة هو الكلام الطيب، الكلام الذي ترتاح إليه النفوس وتحبه النفوس، وهذا ما يسعى إلى تحقيقه عباد الرحمن في الجنة، في الدنيا عفواً، اقتداءً ورغبةً فيما سيتحقق لهم في الجنة. عباد الرحمن في الدنيا يجلبون إلى أنفسهم أجواء الجنة ما استطاعوا، وبالتالي هم يبتعدون عن أجواء كلام التأثيم وعن أجواء الكلام اللغوي، وبالتالي لا يصدر عنهم لغو في الكلام، وهم أكثر الناس ابتعاداً عن الأجواء التي إذا أثير فيها الكلام اللغوي فإنهم يهربون منه.
فإنهم يبتعدون عنه، فإنهم يكرهونه، فإنهم يترفعون عليه. وهذا الكلام اللغوي قد لا يكون بصورة مباشرة باللسان، لأن اليوم عندنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبالطرق المختلفة عبر العالم الافتراضي من خلال الإنترنت، اليوم بإمكان الكلام اللغوي أن يكون كتابة، أن يكون مقطع فيديو وما شابه ذلك. وبالتالي عباد الرحمن ينزهون أنفسهم عن مثل هذه الأجواء، يهربون منها، لأنهم يحبون أجواء الجنة، وأجواء الجنة بعيدة عن اللغو والتأثيم. طيب لماذا ينزهون أنفسهم عن ذلك؟ هي الآية تحمل الإجابة، فتقول: وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني شعورهم بكرامة أنفسهم، الكرامة الإلهية التي أعطاها الله للإنسان، هم يشعرون بقيمة هذه الكرامة، فلا يتنزلون إلى المستويات المتدنية من الكلام واللغو، يترفعون عن ذلك، لأنهم لا يريدون لأنفسهم أن تكون حقيرة، أن تكون بعيدة عن حالة الكرامة. هم يبحثون عن أجواء التي تحفظ لهم كرامتهم في هذه الحياة. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وأما السفهاء فهم الذين يبحثون عن أجواء الكلام اللغوي. أما الإنسان الذي يريد الكرامة لنفسه فهو يبتعد عن مثل هذه الأجواء. إن عباد الرحمن يسعون لتحقيق أجواء الجنة على الأرض ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومن أجواء الجنة الابتعاد عن اللغو والتأثيم والسفاهة. وإذا مروا باللغو مروا كراما.